نتابع موضوع الانقسام في إسرائيل من حيفا مع الوزير السابق عن حزب الليكود أيوب جرة، ومن حيفا أيضا الكاتب الصحفي يؤاف شتيرن. مرحبا بكما سيد شتيرن، أبدأ معك هذا النقاش. هل يسقط نتنياهو قبل نهاية حرب غزة؟ حاليا نتنياهو يحظى بتأييد كبير في البرلمان الإسرائيلي، مما يعني أنه لن يسقط، لأنه حاليا ليس هناك إمكانية للإتاحة به، والائتلاف الحكومي يدعمه بشكل كلي. ولكن بعد انتهاء المعارك بشكل فوري، أتوقع أن تتم الإتاحة به وأن يسقط نتنياهو، ربما حتى بدون الحاجة إلى الذهاب إلى انتخابات مبكرة. ولكن ما يكفي هو بعض نواب الليكود في الليكود مع الشجاعة، هذا نادر جدا، ولكن بعض الأحيان نراهم يخرجوا من زعامة رئيس أسوأ رئيس وزراء في تاريخ دولة إسرائيل ويذهبوا لإقامة حكومة جديدة، وهذا سيكون سهل جدا. وإذا لم يكن هذا بهذا الشكل، ستذهب إلى إسرائيل إلى انتخابات مبكرة، لأن الجمهور في إسرائيل يائسة ومائسة في زعامة هذا الشخص. نعم. طيب سيد أيوب، يائير لابيد انتقد نتنياهو وإطلالاته الإعلامية، وفي إطلالاته على CNN شبه نفسه بفرانكلين روزفلت الرئيس الأمريكي عندما وقع هجوم بيرل هاربر من قبل اليابان. فهل ترى يعني هناك مجال للمقارنة هنا بين نتنياهو وروزفلت؟ أنا أفكر أنه الموضوع بعيد، لأنه حاليا إسرائيل كلها موجودة بإلمام سياسي حول نتنياهو، ولكن هذا شيء مؤقت لأنه الحرب هي السبب. ولذلك كل المعارضة موجودة في الائتلاف، والائتلاف مع المعارضة، ما في يعني موقف أحلى من هيك وإيجابي أكثر من هيك ممكن يكون لنتنياهو. ولكن ما عندي شك كمان انه بعد الحرب ان شاء الله والانتصار، ومنبارك اليوم لاحتلال البرلمان في غزة على يد جيش الدفاع الإسرائيلي، رغم عدم وصول هاي الأخبار إلى الإعلام العربي، بعد الحرب والانتصار سيكون هناك لجنة تحقيق، أو ممكن يكون هناك استقالة لعدة شخصيات إن كانوا في مجال. طيب، ولكن سيد أيوب، إذا قلت إنه الحرب هي توحد المعارضة في إسرائيل مع الحكومة، فكيف تقرأ إذن هذا الانتقاد اللاذع من يائير لابيد في هذا التوقيت والحرب ما تزال مستمرة؟ أنت تقول إنه إسرائيل تنتصر في هذه الحرب، ما الذي يدفع يائير لابيد إذن الانتقاد نتنياهو بهذا الشكل الآن أثناء الحرب ليس بعد الحرب؟ أنا بتأسف إنه في انتقادات خلال الحرب، لأنه حسب رأيي فيش لزوم إلها حاليا. ولكن لابيد بما إنه يعني مش 100% موجود في الائتلاف، إنما داعم الائتلاف، فيعني بفكر إنه يميز نفسه عن باقي المعارضة اللي موجودة في الائتلاف. وطبيعة الحال لا يريد أن يكون هناك أي إمكانية لاستعادة قوة نتنياهو في الشارع الإسرائيلي على أثر الانتصار اللي يعني تقريبا بدي يعطي ثمر، والأمور ممتازة مع جيش الدفاع الإسرائيلي. هذا الإشي بأثر على الرأي العام، وأنا أفكر أنه لابيد بده يمنع هذا الشيء، رغم أنه مش وقته، لأنه كل شيء في وقته بيكون أحسن إله. لأنه جانس اللي اليوم اللي هو يعني مع 7-8 مقاعد أصبح مع 40 مقعد، ولابيد بينزل، هذا بيدل على أنه المسؤولية بعض الأحيان إيجابية للقيادة. طيب سيد يؤاف، ما رأيك فيما قاله سيد أيوب؟ هل يائير لابيد يريد أن يظهر من خلال انتقاده لبنيامين نتنياهو، لأن يعني ليس الوقت المناسب الآن لانتقاد الحكومة الإسرائيلية؟
أنا أوافق أنه توقيت تصريحات لبيد مثير للاهتمام، وأنه سكت الكثير من الوقت، يعني أكثر من شهر تقريبا لم يتحدث ضد هذه الحكومة. ربما بالأول بالفعل حاول أو فاوض على موضوع الانضمام إلى هذه الحكومة، ولكنه بالآخر لم ينضم، انضم فقط جانس إلى حكومة نتنياهو. أعتقد أن لابيد اختار هذا التوقيت لأنه أولا هناك الكثير أو أكثر تظاهرات ضد هذه الحكومة، ونرى فيها ليس فقط عائلات المخطوفين الرهائن في غزة الذين يقولون ما هو أهم شيء الآن هو صفقة تبادل الأسرى مقابل المخطوفين. هم يقولون أيضا، يعني يصرحون ضد هذه الحكومة وضد زعامة نتنياهو بشكل شخصي. ولابيد اختار هذا التوقيت بناء على هذا الموضوع الذي طرح مؤخرا أكثر من ذي قبل، وأيضا بناء على معلومات نشرت اليوم تتعلق بالمقربين لنتنياهو، والذين خلال هذه الأوقات هذه الأثناء هم منشغلون بجمع الأدلة عن ما حدث في الماضي وما قال هذا القائد أو هذا ممثل هذا الجيش أو هذا ممثل الشباك. لماذا؟ لأنه يحاول أن يبني ملف التهرب من المسؤولية كعادته. نتنياهو دائما يتهم كل الآخرين، هذا ما نشر هذا اليوم، ولهذا السبب سمعنا تصريحات لبيد اليوم. طيب سيد أيوب، أضف إلى ذلك ما ذكره سيد يؤاف، فعلا المظاهرات العارمة خاصة من أسر الرهائن لدى حماس، يعني عدد قليل منهم جراء إخراجهم أفرجت عنهم حماس، لحد الآن ليس هناك أي إنجاز فيما يتعلق بهؤلاء الرهائن لدى حماس. أضف إلى ذلك تردي الوضع الاقتصادي الكبير، قطاع السياحة والفنادق الذي يفقد الكثير بسبب هذه الحرب الدائرة، بسبب عدم يعني وصول السياح، وبسبب كذلك إشغال هذه الفنادق من قبل سكان البلدات الإسرائيلية الذين كانوا في غلاف قطاع غزة. فبالتالي انتقاد لابيد ألا يمكن أن يكون يعني في محله في مسألة أنه ربما أن يكون هناك إدارة أفضل من إدارة نتنياهو لما يجري؟ الموضوع مش إدارة، ما في شك إنه لو في انتخابات اليوم كان في مشكلة لنتنياهو، الإشي واضح بكل استطلاع رأي في إسرائيل، ولكن الشعب مؤيد الحكومة والجيش الإسرائيلي على إنه ما في هناك إمكانيات أخرى، يجب الانتصار على هذا الشيطان اللي خلق في غزة وعم بخاطر أو بخطر التوازن في الشرق الأوسط وفي المنطقة الجنوبية الإسرائيلية. لذلك المسؤولية في هذا الموقف هي شيء. طيب لكن سيد أيوب، عذرا على المقاطعة، لماذا إذن يتظاهر الإسرائيليون أثناء الحرب إذا كانوا موحدين مع الحكومة ويرون أنه ما تفعله الحكومة صحيح؟ سيدي العزيز، إسرائيل هي أحد الديمقراطيات الكبيرة في العالم وليس فقط على مستوى الشرق الأوسط، لذلك حتى يعني دعم وحرية الرأي هو مبدأ بدولة إسرائيل. ما حدا بيقدر يعني يعطيش المجال لمظاهرة أو لأمور كذا. طبيعة الحال جماعة اللي عائلاتهم أولادهم أطفالهم أسيادهم اللي موجودين في غزة، طبيعة الحال إنه يعبروا على، يعني ما يمكن إنه يكونوا في البيت في ظروف زي هاي، إنه لازم يعملوا شيء، وهذا الشيء طبيعي إنه يكون. حسب رأيي يعني في نفس الوقت مؤيدين كلهم لنهج الحكومة والجيش في عملياته، ولكن في نفس الوقت الشعب كمان مؤيدهم في ظروف الصعبة اللي عم بمروها اليوم بوجود أولاد عائلاتهم في غزة، هذا شيء طبيعي. لذلك هذا بناقض الشيء اللي بناقض إنه لازم كان لابيد حسب رأيي يكون عنده مسؤولية أكثر. يمكن هو بفكر إنه في الانتقاد بيكسب شعبية أكثر، حسب رأيي غلط من ناحية سياسية، لأنه وجود غانتس كبديل لنتنياهو حاليا حسب كل استطلاع بدل على أنه نهج لابيد هو الغلط.
يعني ماذا تقصد انه جالانت ممكن ان يتولى القياده لو ازدادت الازمه، يعني لو ازداد الضغط على نتنياهو؟ انا قلت جانس مش جالانت. جانت عفوا، نعم جانس يحس بالاستطلاعات، رغم انه اليوم نص المقاعد من لبيد، رغم هذا يحظى باغلبيه ساحقه في حاله خوض معركة انتخابات جديدة من إسرائيل. وهذا بيدل على أنه لما أنت بتبرهن على مسؤولية وعلى اهتمامك في مصالح الدولة، حتى لو بعض الأحيان أنه احترامك أو آرائك ممكن شوي تكون أخذت موقف كذا. طيب، وآخر ولكن أقصد سيد أيوب، ما دامك أنت ذكرت بني جانتس، لأنه كان هناك حديث في الصحافة الغربية على أنه تحضير لشخصية بديلة لنتنياهو، فهذا الاستبدال لنتنياهو هل يمكن أن يحصل أثناء الحرب في حال أنه لم يتحقق الهدف الأساسي بالنسبة للعملية العسكرية، تحرير الرهائن؟ سيدي العزيز، إسرائيل بتحضر الشخصية، الشعب اللي بينتخب الشخصية، ولذلك يعني ممكن أنه في تفكير على تغيير من قبل عدة دول واللي لها علاقه مع اسرائيل وعلى راسهم امريكا، ولكن صحيح. اخر المشوار البرلمان هو اللي بغير، ما حدا بعين، ما حدا بأثر او بقول هذا او اخر في انتخابات. اذا كانت انتخابات فبيكون ممكن يكون تغيير، ولكن الدعم الامريكي مهم سيد ايوب. لا لا، ما في، انا عم بحكي لك بشكل واضح، رغم محبتي لامريكا، امريكا بتقررش مين يكون رئيس حكومة إسرائيل، الشعب اللي بيقرر. وإذا في انتخابات ممكن يكون تغيير، خاصة إذا أمريكا بتكون التوجيه، حتى لو أنه بتجيب أصوات ودعم لمرشح، بس الجو ممكن يكون إيجابي جدا للي بيقرر عليه. نعم سيد يؤاف، هذا الصوت الذي عبر عنه يائير لابيد زعيم المعارضة في انتقاده لنتنياهو، وبأنه لم يتحمل مسؤولية هجمات 7 أكتوبر وكذلك إدارته لهذه الحرب، إلى أي حد هناك أصوات أخرى مماثلة في الساحة السياسية الإسرائيلية في هذه المرحلة من الحرب، وهي يعني تريد أن تتحدث رغم أنه إسرائيل في حرب على قطاع غزة؟ هناك تناقض مرات يصعب علي أن أشرحه. من جهة هناك انتقاد شديد وغضب شديد على هذا الشخص نتنياهو، أسوأ رئيس وزراء في تاريخ دولة إسرائيل، خصوصا يعني أحداث 7 من أكتوبر دليل آخر على أنه رئيس حكومة فاشل. ولكن بنفس الوقت مع كل هذا الغضب والاتهامات لنتنياهو، هناك وحدة صف وراء ما يقوم به الجيش. لماذا؟ لأنه الجيش ليس فقط نتنياهو، والدولة والمؤسسات ليس فقط نتنياهو والليكود، وليس فقط هذه الحكومة السيئة التي حاولت أن تغير الطابع الديمقراطي في دولة إسرائيل حتى مؤخرا، ولهذا السبب هم خارجوا عناصر حماس الإرهابية إلى ما قاموا به في غلاف غزة. فكل هذا الإخفاق، وضيف إلى ذلك الإخفاق الاستخباراتي، هذا ليس فقط مسؤولية نتنياهو، هناك مشاكل أيضا في بعض المؤسسات الأمنية بشكل طبيعي وبشكل واضح. ولكن هذا الشعب ليس لديه جيش آخر، ليس لديه مؤسسات ثانية، ليس لديه حكومة ثانية الآن. ولهذا السبب إلى جانب كل هذا الانتقاد، هناك وحدة صف، إحنا موجودين هنا في الصراع، إحنا نعتبره صراع على بقائنا، على وجودنا، ولهذا السبب نرى هذا الوحدة، وحدة الصف ودعم رغم الاختلاف والأزمة الكبيرة مع بنيامين نتنياهو. طيب سيد أيوب، سمعنا اليوم أيضا تصريحات من وزير الخارجية إلي كوهين، قال فيها أن الوقت السياسي للعملية العسكرية للحرب في غزة لم يبقى منه إلا 2 أو 3 أسابيع قبل أن يعني ينفجر أو يزيد الضغط الدولي على إسرائيل أمام أعداد الضحايا المدنيين الكبير جدا في قطاع غزة. هل تعتقد أن حكومة نتنياهو قادرة على الوصول إلى هدفها من العملية العسكرية في غزة خلال 2 أو 3 أسابيع؟
يعني انا افكر انه صديقي إلي كوهين قصد انه لازم نستعجل بالعمليه للوصول الى الاهداف التي رسمتهم حكومه اسرائيل وجيش الدفاع الاسرائيلي. يعني في ممكن يكون ضغوطات اكثر مما هي عليه اليوم، خاصه وانه كل المظاهرات الفلسطينيه في خارج اسرائيل موجوده في البلاد الديمقراطيه وليس في العالم العربي. ممكن شوي موجوده في الاردن او في مصر شوي، ولكن المظاهرات الصعبه موجوده وفي الدول اللي لها لاسرائيل تأييد. لذلك ما موقف هذا الشيء بيعطي انه لازم نستعجل في العمليه، في العمليات العسكريه للقضاء على حماس، على داعش. ومن هذا المنطلق قصد حسب رايي إيلي كوهين يمكن انه ما يكون بحاجه لهذا الشيء، انه الدول كلها هاي تفهم انه الحكي على حماس اللي هو زي القاعدة زي بن لادن اللي لازم ينقض عليه من أجل العالم الحر. إذا لا، هذا التطرف الإسلامي ممكن يكون بكرة في إنجلترا، ممكن يكون في أمريكا، وكان هذا مش جديد. لذلك في تحفظ يعني في اللي قاله إيلي كوهين إنه لازم نستعجل. طيب سيد يوآف شتيرن، ما رأيك؟ الضغط ليس داخليا فقط في إسرائيل بل أيضا خارجيا حتى في الولايات المتحدة، الداعم الأكبر لإسرائيل، هناك أصوات بدأت تتعاظم ويمكن يعني هذا الصوت أن يؤثر على القرار الأمريكي أمام المسؤولية الأخلاقية. إذا كانت الولايات المتحدة تقول أنه هي دولة ديمقراطية وراعية لحقوق الإنسان في العالم، فالمسؤولية الأخلاقية على أمام الأعداد الكبيرة من الضحايا الأبرياء الفلسطينيين الذين هم ليسوا حماس، هم أبرياء، هم يسكنون فقط في منطقة توجد فيها حماس، فبالتالي هذا سيؤدي بهم في النهاية إلى الضغط على إسرائيل أكثر، وهو ما قاله إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم. فبالتالي الضغط الداخلي من المعارضة والضغط الخارجي، ما يمكن أن كيف سيكون انعكاسهما على قرار نتنياهو؟ أعتقد أولا أنه إيلي كوهين كان مخطئا عندما صرح قام بمثل هذه التصريحات. ولماذا؟ لأنه هذا ضد المصلحة الإسرائيلية حتى ولو كان هذا صحيحا، ولهذا السبب اعتذر أو حاول أن يشرح نفسه وإلى آخره. أعتقد أنه المصلحة الإسرائيلية الآن مختلفة تماما، ونتنياهو يقود إسرائيل إلى وضع بشكل آخر، وأريد أن أشرح. أولا كالعادة نتنياهو لديه اعتبارات شخصية، وبشكل شخصي هو يريد أن يستمر في أداء مهامه كرئيس للوزراء ورئيس الليكود ورئيس الائتلاف الحكومي. ولهذا السبب كلما استغرقت هذه الحرب وقت هذا يخدمه، لأنه طالما هناك حرب هو رئيس هذه المؤسسات. ثانيا الجيش يقول أنه بحاجة إلى المزيد من الوقت، الجيش يتقدم ببطء في قطاع غزة ونرى ذلك، يعني هو يتقدم شوي شوي رويدا رويدا. اليوم وصل إلى مستشفى الرنتيسي وتم إخلاء مستشفى الرنتيسي، وبعد ذلك نزل الجنود إلى الانفاكت تحت أسفل مستشفى الرنتيسي ونشر ذلك الناطق باللسان الجيش الإسرائيلي. هم معنيين بأن يعني إذا أرادوا أن يستطيعوا أن يسيطروا على أجزاء كاملة من قطاع غزة هم يتقدموا بشكل بطيء بسبب المخاطرة الكبيرة الموجودة عليهم، فهم بحاجة إلى الكثير من الوقت. العنصر الثالث، هم كانوا يتأملون أن طالما استغرقت هذه المعارك وقت نرى الاهتمام الدولي ينخفض، وهم يعولون على ذلك للآن. نعم هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة بين قوسين، ليس فقط بسبب إسرائيل، ولكنهم يفهمون ما قلته وتفضلت به، إنه في العواصم الغربية يتهمون إسرائيل ويطالبونها بوقف العمليات العسكرية. فهم يقولون إذا استغرقت هذه العملية وقتا طويلا وسائل الإعلام ستنشغل في مواضيع أخرى، ولهذا السبب هم يفضلون معركة طويلة الأمد وليس عملية أو حرب قصيرة جدا.
طيب سيد أيوب، هذه نقطة مهمة أثرها سيد يؤاف، أن من مصلحة نتنياهو إطالة أمد الحرب أطول فترة ممكنة، لأن نهايته السياسية ستكون بعد هذه الحرب، وهو قالها، يعني هو يقول لجميع منتقديه أنه اصمتوا الآن، ليس الوقت للإجابة على الأسئلة الصعبة، سيجيب عليها بعد نهاية هذه الحرب. طيب لو انتهت الحرب ماذا سيحدث؟ ما مصير نتنياهو برأيك سيد أيوب؟ أول شيء أنا بهمني تتم لحكاة صديقي شتيرن، إنه هناك كانت اليوم أول مرة برهنوا بمستشفى غنتيسي إنه كل هناك المستشفى مستعمل زي ما حكينا، في براهين بينوها على العالم على إنه كان مؤسسة عسكرية تحت المستشفى، ومع كل العدة العسكرية من RPG من كل شيء عسكري بينوه في التلفزيون. هذا مهم كثير إنه ينعرف. بالنسبة للموضوع اللي ذكرته، نتنياهو حسب رأيي الحرب مهمة إنه ينتصر فيها، حما حتى لو انتصر فيها نتنياهو بيرجعش يكون نتنياهو اللي قبل الحرب. يعني بمعنى آخر، إسرائيل كلها بدها تكون في ظروف وفي هزة أرضية سياسية ليس لها مثيل، ولكن هذا الموضوع كله حاليا مش وقته، لأنه الانتصار كل إسرائيل. طيب هل إسرائيل توافق مع ما قاله سيد شتيرن بأن من مصلحة نتنياهو إطالة أمد الحرب لأقصى فترة ممكنة إذن؟ أنا بعتقدش أنه هو المشكلة طول الحرب اللي حينما بيّن مدام أنه نهايته ستكون مع نهاية الحرب، فهو من مصلحته أن تطول الحرب أكثر إلى أقصى أحد ممكن. الحرب ما بتطول لأنه نتنياهو، الجيش اللي بيقرر مش نتنياهو مدة الوقت الحربية. نحن وظيفتنا كسياسيين نجيب للجيش الكونديشن اللي يقدروا يعملوا كيف هن بيشوفوا، على أساس يجيب الانتصار الصحيح وأعلى المستويات. لذلك ممكن أنه في بطنه ولا نتنياهو تفكير ثاني، ولكن على أرض الواقع اللي بيقرر انتصار أم عدم انتصار هو الجيش الإسرائيلي، اللي بيحظى بأغلبية ساحقة تأييد في إسرائيل حتى عربا ويهودا. لذلك موضوع نتنياهو أنه يظل ولا ما يظلش، هذا موضوع ثانوي اليوم، ما حدا مهتم له. يعني هو موجود من منطلق ظروف، ليس من ثقة، إلا الظروف حاليا تعطيه المجال إنه يستمر حتى النصر. النصر هو مش موضوع إذا نتنياهو بيقرر لهون أو لهون، إلا إنما جيش. جيش لما جيش بقول أنا وصلت للأهداف، في هذيك اللحظة في انتصار. ما بيقدر يقول لهم إيه أم لا، التقرير على مصير عمليات عسكرية بتقرر في الجيش نفسه. أيوب جرى الوزير السابق عن حزب الليكود، ويؤاف شتيرن الكاتب الصحفي من حيفا، شكرا لكما.